المنصات وعلى منصة بالعربي، نرصد الأخبار سياسية، ثقافية، اجتماعية، فنية على مساحة الوطن العربي الكبير والعالم، ونسلط الضوء على أبرز المتداول منها، نحلل المعلومات ونتقصى الحقيقة ونحاور الأطراف دون قيود، ونقدم لكم المعلومات التي تثير انتباهكم بأعلى سقف من الحرية. منصات، فرق إعلامية متخصصة وفريق هندسي متسلح بأحداث التقنيات سيكون معكم، وسأكون معكم أنا محمد أبو أعمر.